يلا مع بعض النهاردة إن شاء الله نعمل 35 كيلو من الدوني ب 22 جنيه فقط، يعني الكيلو أقل من جنيه. إزاي؟ يلا نشوف الفيديو كامل بحيث إن إحنا نعرف إزاي هنعمل 35 كيلو من الدوني ب 22 جنيه فقط للكيلو أقل من جنيه. إن شاء الله الطريقة سهلة وبسيطة، تعالوا يلا معايا نشوف الفيديو كامل ونشوف الخطوات اتعملت إزاي عشان نوصل للنتيجة اللي إحنا عملناها النهاردة ووصلنا ليها دي، ان شاء الله تعجبكم جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل فيديو مختلف شوية، مش اكل، هنعمل الدوني بتاع الغسيل، معتر الغسيل. هنعمله ازاي؟ هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة اوي جميلة جدا، وكمان هنكلفه مع بعض وهنشوف تكلفته كام. التكلفة بتاعته رخيصة جدا جدا عن اللي بتشتروه من بره، يعني لو جبتوه عملتوه في البيت، يعني انا عن نفسي اللي انا جايباه مكلفني الكيلو الدوني بجنيه. طبعا احنا لما هنعمله مع بعض ان شاء الله هنشوف هو فعلا هيتكلف جنيه ولا اقل من جنيه. ان شاء الله هيتكلف اقل من جنيه كمان. معايا ريحة دوني، الريحة بتاعته، ومعايا اللون بتاع الدوني، ومعايا عجين الدوني. العجينه دي بيضه عامله زي اللبن الحليب زي ما انتم شايفينه كده، مش باينه من الطبق اهي، هي عجينه بيضه اسمها عجينه دوني. دي 125 جرام، ربع 8 كيلو. لان طبعا الربع كيلو دوني عجينه من الدوني بيعمل لي 40 رتل دوني. 40 رتل كتير، انا مش هعمل 40 رتل، انا هعمل النهارده نص الكميه اللي هي 8 عجينه دوني 125 جرام، هتعمل لي 20 رتل دوني. يعني انا هعمل النهارده 20 رتل بس مش 40. يعني من المفروض لو انت مثلا عيله كبيره ومحتاجه دوني كتير اعملي ربع كيلو هيعمل لك 40 رتل دوني او حوالي 50 رتل كمان. النهارده هنعمل 125 جرام تمنه، هنعمل بيها 20 رتل من الدوني ان شاء الله. طيب يبقى انا معايا 125 جرام عجين الدوني، ومعايا 30 جرام من ريحة الدوني، 30 جرام، ومعايا اللون، ومعايا 20 رتل من المية. الإزازة دي 5 ودي 5 ودي 10 رتل، كده 20 رتل من المية. طب انت عايزة مثلا، في ناس بتحب ريحة الدوني ريحة نفاذة شديدة، حطي 40 جرام من الريحة. لكن في ناس بتبقى عندها حساسية من الروائح بتاعة الغسيل، حطي 30 جرام من ريحة الدوني، هتعطيك ريحة مناسبة وجميلة قوي. اللي بيحب بقى زيادة يحط 40 جرام، بس ما تحطيش اكتر من كده لان الريحة هتبقى صعبة جدا لو حطيتي اكتر من 40 جرام. فانا النهاردة هحط 30 جرام، هتكون الريحة مناسبة وجميلة قوي ان شاء الله، وبامر الله هيعجبكم قوي. اللي هيجرب الدوني مش هيشتري من بره خالص، لان التكلفة بتاعته غير عادية. لما تجيبي تكلفة بجنيه شوف انتوا بتشتروه من بره بكام. يلا نشتغل ونبدأ في الدوني ونشوف هنعمله ازاي النهاردة ان شاء الله. انا معايا ال 20 رتل، معايا طبق بلاستيك كبير هضيف فيهم ال 20 رتل مية ونشوف هنعمل ازاي. يلا يلا بسم الله. معايا الطبق كبير اهوت، هضيف فيه المية ال 20 رتل. دي الخمسة الحلوة، ودي الإزازة العشرة. بالشكل ده كده العشرين رتل الطعم. هضيف بقى 125 جرام من عجينة الدوني بالشكل ده كده، هغسل الطبق كويس، نزلي كل اللي في الطبق، نزليها كلها بالشكل ده كده، هي بتبقى ماسكة اهي.
كده كويس، واحط 30 جرام الريحه بتاعتي، ريحه الدوني برضو فيها كده، هي تقيله شويه برضو، الحاجات دي بتكون يعني سمكها مش خفيف، واللون بتاع الدوني. طيب بس نقلب الاول، تقلبيه كويس قوي. هما طبعا لهم مكن بيضربوه بيه، لو مثلا عندك مضرب كبير كهرباء ينفع ان انت تضربيه بيه، ما عندكيش اعملي بمعلقه خشب او قطعه من الخشب تكون جامده واضربيه كويس قوي بالشكل ده كده. بالشكل ده طبعا هتسيبيه ساعتين ثلاثه هتلاقيه تقلي. تفضلي تضربي فيه بالشكل كده، بالشكل ده كده شويه حلوين، يعني ايه قد مثلا ربع ساعه نص ساعه، اضربيه كويس عشان يديكي نتيجه حلوه. بصوا هو خفيف ازاي، ميه. بعد ساعتين كده هتبصي تلاقيه تقيل جدا معاكي. اذا فضل على تقل الدون اللي انت بتشتريه خلاص كده كويس قوي وتستعمليه بقى، لكن لو تقل هتزوديه ميه تاني. هنزوده اكتر من 20 لتر، او ممكن نزوده اكتر من 20 لتر ميه، بس هي التكلفه دي كده ال 20 لتر. انا جايبه كيلو عجينه الدوني ب 80 جنيه، يعني الربع كيلو ب 20 جنيه، التمنه اللي انا حطاها دي ب 10 جنيه، ومع الريحه 30 جرام برضو هيعطيكي مثلا 20 جنيه، الريحه هيعطيها لك ب 20 جنيه. واللون لون رخيص جدا، يعني لو جبت بجنيه هيكفيك، يعني التكلفه بجنيه الكيلو، التكلفه اللي انا عاملاها حاليا دي مكلفاني الكيلو بجنيه. تمام، هنحط بقى اللون بتاعه. طبعا اللون هتحطيه طيب خليه بقى نفس اللون بقى، نفس لون الدوني تحطي، ولو احتاج تزودي، ما احتاجش خلاص، تحاولي ان انت تخلي اللون نفس لون الدوا، يعني كده مش هحط تاني، يعني قد معلقه كبيره من لون الدوا. تمام، هنسيبه بقى لمده ساعتين، وبعد ساعتين هنشوفه هيدينا النتيجه ايه بالظبط، نفس التقل بتاع الدوني ولا هيحتاج نزود ميه كمان. خلاص هقلبه شويه كمان، وبعد ساعتين هنشوفه مع بعض ان شاء الله. بصوا كده خلاص الدون خلص معايا، خلصته وقلبته كويس قوي كده، خلاص الدون. بصوا كده التقل بتاعه كده حلو قوي، تقله كده عجبني. لو انت عايزاه خفيف عن كده براحتك بقى، طبعا انت اللي هتتحكمي في التقل بتاعه بالشكل ده كده. خلاص هعبيه بقى في الازايز بتاعته، همسك كده الازايز وعبي فيها، جيب الازايز وعبي فيها. تمام، عبي الازايز كلها بقى، طبعا لو عندك شراكن عبي فيها براحتك بقى، انا هعبي في الازايز كلها ونشوف الشكل النهائي خلاص ان شاء الله بعد ما عبيه اهو. بصوا كده اللون برضو، انتوا بتتحكموا في اللون، اللون اللي انتوا عايزينه، عايزينه خفيف عايزينه تقيل براحتكم. كده اتكلف معانا 35 رتل من الميه على ال 125 جرام. العجينه ممتازه وجميله جدا جدا اللي انا شارياها بصراحه. انا عملتها بعجينه قبل كده خدت مني حوالي 25 رتل ميه، دي ما شاء الله عجينه جميله قوي واخده ازيد الشكل ده. انا هكمل بقى بقيه الازاز كلها. تمام، ونشوف الشكل النهائي ان شاء الله. بصوا كده احنا طبعا حطينا ال 30 رتل من الميه، انا طبعا جيت اعملها لقيتها برده تقيله يا جماعه، هزودها 5 رتل كمان، يبقى كده 35 رتل من الميه. عايزه اقول لكم ان العجينه اللي انا شارياها عجينه خامتها نظيفه جدا وحلوه قوي. في عجينه بتيجي مش ما بتكونش ما بتاخدش كميه الميه دي كلها، ما بتبقاش حلوه زي دي بصراحه. العجينه عجباني قوي قوي لانها خدت معايا كميه ميه كبيره، دول كده 35 على ال 125 جرام من عجينه الدوني، يعني العجينه دي ممتازه جدا جدا.
ما شاء الله واخده كميه ميه كبيره عن اللي انا كنت جايباها قبل كده وعاملاها قبل كده. اقلبهم كويس لان طبعا الطبق اتملى على الاخر، هزوده في حاجه تانية واكملهم ادوبهم في بعض واسيبهم لمده ساعه ونعبيهم مع بعض، لان دي كده اخر مرحله مش هيحتاج معايا ميه تاني. الدوني ده مش هيحتاج معايا ميه تاني خلاص بعد ال 35 رطل، هنقصهم بس في طبق تاني عشان اعرف اقلبهم كويس وهنعبيه ان شاء الله مع بعض. بصوا كده خلاص الدوني بعد 3 ساعات برضو تقيل معايا. بصوا انا بالكوبايه، بصوا شوفوا تقله عامل ازاي، تقيل قوي يعني كده هنحتاج له ميه تاني. احنا حطينا كده 25 كيلو من الميه، 25 لتر بالشكل ده كده. هضيف له انا معايا 5 لتر تاني، طبعا مش هحطهم كلهم مره واحده، انا هحط على القد واشوف هو هيحتاج قد ايه، مش هحطه كله مره واحده، هزوده يعني هحط له مثلا 2 لتر كفايه وهقلبه برده. بعد كده هنشوف هو هيحتاج بقيه ال5 لتر ميه ولا مش هيحتاج. انا كل الخطوات عاملاها معاكم عشان تشوفوه هو ازاي تقله وانا ما عملتش حاجه وانا ما بصورش بالشكل ده اهو ما شاء الله. هنشوف التقل بتاعه وهركنه ساعه كمان عشان يعطي التقل المناسب برضو دي كده، برضو هيحتاج الميه. يبقى انا كده هكمل ال5 لتر كلهم، يبقى انا كده حطيت 30 لتر للكميه بتاعتي، 125 جرام عجينه دوله كده، 5 كمان، يبقى انا كده حطيت 30 لتر لل 125 جرام عجينه دوله بالشكل ده كده. هقلبه كويس قوي، طبعا انا كنت مزوده اللون شويه عشان انا عارفه ان انا هضيف ميه تاني، مش كل شويه ازود لون ازود اللون. بالشكل ده كده خلاص انا كده 3 ساعات، هسيبه كمان ساعه هيعطيني بقى القوام المناسب بتاعه. وطبعا كل ما بتسيبيه كل ما بيتقل ويحتاج ميه، يعني لو سبتيه ليله كامله بتحطي ميه زياده، كل ما تسيبيه كل ما هيعطيكي وانت بتقلبي كده هيعطيكي ايه تقل لحد ما بيستكفى ويديكي القوام بتاعه المناسب اللي انت بتشتريه. بصوا برضو تقيل وحلو قوي كده، جميل اهو ما شاء الله، شفت طوله عامل ازاي. دول كده 30 رتل من الميه، هسيبه لمده ساعه كمان وبعد الساعه هنشوف هيحتاج ميه ولا مش هيحتاج ميه ونعبيه في الازاز بتاعته وخلاص. تمام، بصوا كده انا لسه طبعا الدوني ما ركنتهوش ساعتين ثلاثه زي ما قلت لكم، بس مجرد ما انا لسه وانا بقلب فيه، بصوا شوفوا الطول بتاعه عامل ازاي، تقيل جدا يعني هيحتاج معانا ميه تاني، هنحط له ميه تاني. بس انا قعدت اضرب فيه بالسلك بالمضرب السلك دوت عشان يتقل معايا بسرعه، انا قعدت اضرب فيه اهو بالشكل ده كده. بصوا تقيل معايا جدا اهو، طبعا هحط له شويه ميه كمان واركنه ساعتين ثلاثه لان هو كده تقيل قوي معايا، شفتوا ال20 لتر طبعا. وهنزود اللون بتاعه، كل ما هتضيفوا ميه زياده كل ما هتزودي اللون بتاعه عشان اللون بتاعه يفضل مظبوط ما يبقاش خفيف. تمام، هجيب له 5 لتر كمان، يبقى احنا كده حطينا 25 مش 20، احنا حطينا الاول 20 لقناه تقيل، هحط له 5 كمان ان شاء الله هيبقى مظبوط وهيبقى جميل جدا. بصوا كده جبت 5 لتر كمان، ازازه 5 لتر مليتها واضفهم. طب هو انا مش خايفه ان يكون خفيف؟ لا انا مش خايفه يكون خفيف، انا عارفه ان الدوني بيتقل وبياخد ميه معايا لان انا مش اول مره اعمل الدوني، انا عملته قبل كده. هنضيف شويه من اللون كمان علشان يعطينا اللون مناسب ما يبقاش خفيف، وبرده بمضرب السلك كده وهروح ضرباه كويس قوي. ما تخافوش اللون مش كتير،
اتفضلي تضربي فيه. برضو هيحتاج مية. معايا انا حطيت 5. طبعا احنا ما بنشتريهوش ابدا تقيل كده، ولا بنشتري ولا بيكون في الجراكن اللي احنا بنشتريها يكون تقيل او كده، لا بيكون خفيف عن كده بالشكل ده كده. هفضل اضرب فيه برضو شوية وهركنه بقى لمدة 3 ساعات او 4، هيتقل معايا اكتر ان شاء الله، واحتمال نحط له مية كمان بالشكل ده. وفي الاخر خالص هنشوف التكلفة وصلت معانا كام وبقى الكيلو بكام. تمام. بص كده خلاص، بعد ما عبيت الدون بتاعي ادى دول التلات ازايز العشرين ريتل اللي احنا حطيناهم مية اتملوا من الدوني بالشكل اللي انتوا شايفينه اهو، ومعاهم 5 ازايز من الدوني اللي هو 3 كيلو. يعني عملنا كده التكلفة كلها 35 ريتل من الدوني، 5 دول كده 5 اهم والتلاتة كده 35 ريتل من الدون بتاعي. طيب الريحة انا حطيت 5 جرام تاني، لان انا زودت مية كتير، فكان لازم احط 5 جرام من ريحة الدوني علشان تعطي الريحة المناسبة، وإلا كانت هتكون خفيفة عن الريحة المعتادة اللي احنا بنشتريها، فانا حطيت 5 جرام. طبعا هتعملي الاول 20 ريتل وبعد كده تزودي بقى براحتك، كل ما هيتقل معاكي زودي براحتك لحد ما يديك القوام المناسب للدوني زي ما انت بتشتريه بالظبط. التقل بقى ان كان خفيف ان كان تقيل ده هيرجع لك انت وكمية المية اللي هتحطيها. اشتري عجينة كويسة زي اللي اشتريتها، ما شاء الله عطياني كمية دوني كبيرة قوي. طيب انا كلفت ال 125 جرام من عجينة الدوني ب10 جنيه، لان الكيلو ب80 جنيه، فاخدت 125 جرام تمنة عاملة 10 جنيه، وجبت 100 جرام من الريحة ب30 جنيه، فاخدت منهم 35، يعني عاملين لي حوالي 12 جنيه ريحة. تمام. وال10 جنيه عجينة الدوني يعني 22 جنيه كل التكلفة. هنا عاملين 35 من المية، حطينا 35، يعني عاملين لي 35 كيلو من الدوني ب22 جنيه، يعني الكيلو اقل من جنيه، يعني حوالي 70 قرش، 75 قرش بالكتير كيلو الدوني اللي احنا عملناه دوت. شوفوا بقى انتوا بتجيبوه من بره بكام. طبعا غالي، والتكلفة دي رخيصة جدا جدا جدا. طبعا نعمله في البيت افضل من جشع التجار اللي بيستغلوا الحاجه وبيغلوا علينا الحاجه بشكل غير عادي، بيغلوها بشكل غير عادي. يعني شوف التكلفه اقل من جنيه، نفس بره بالظبط، ونفس الريحه ونفس اللون ونفس كل حاجه بالظبط الدوني اللي بتشتريه من بره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عملناه خطوه خطوه مع بعض، وكل ما بيتقل كل ما بنحط معاه ليه الميه، ومعاكم في كل الخطوات اللي حطيت فيها ميه، كنت معاكم فيها ما حطيتش من غيركم ميه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. الكميه ما شاء الله كميه كبيره، هتكفينا فتره طويله جدا جدا. افضل ان انت ما تعمليش الربع كيلو كامل، اعملي التمنه ال 125 جرام تكفيكي فتره طويله، بعد كده اعملي غيره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. اللي اول مره يدخل القناه بتاعتي ما ينساش يعمل اشتراك ويفعل الجرس يوصله كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.